كان التألق، فكانت النتيجة. أنا وليد هذا الاسم أتذكره جيدا، بطل عالمي في الملاكمة التايلاندية. يسرني أن أقف أمامكم نيابة عن السيد مدير شباب الرياضة لولاية باتنا في هذا الحفل التكريمي برعاية كريمة من السيد الوالي الدكتور محمد بن مالك والسيد رئيس المجلس الشعبي الولاي على شرف النخبة الرياضية لولاية باتنا في مختلف الاختصاصات الرياضية للتنويه والعرفان بجميل ما قدموه للرياضة الجزائرية سواء على المستوى الدولي القاري والوطني، متوجهين من خلال الرياضيين الحاضرين معنا اليوم إلى كل زملائهم ونظرائهم في مختلف النوادي والهيئات الرياضية بتهانينا الخالصة وتحياتنا الحارة على تشريف ولاية باتنا. أيها الحضور الكريم، لا يمكن للجاحد أن ينكر المجهودات المبذولة من طرف السلطات العليا في مجال التكفل الأمثل بالرياضيين سواء على المستوى الهيكل الرياض أو من خلال تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الذي لم يدخر جهدا في تبني سياسة رياضية رشيدة مكنتنا من تحقيق الآمال والطموحات سواء ما تعلق بالرياضات الفردية أو الجماعية. إنه من واجب العرفان الكامل في ضمائرنا يملي علينا أن نقدر حق تقدير هؤلاء الذين لهم شرف تمثيل الولاية والوطن أحسن تمثيل. مرتاح على النتائج المحققة من طرف الرياضيين الأبطال، هامليك الأبطال نتوعنا اللي يفرحونا وفرحوا الجزائر ورفعوا الراية غير عالية في المحافل الدولية وجابوا ميداليات وجابوا عدة يعني إنجازات كبيرة اللي حقوها في هذا الموسم الرياضي. وهذا الموسم الرياضي لهذا الموسم جانا ما شاء الله يعني على باتنا وعلى الوطن، احنا يعني فرحين بهم. واليوم هذا اللقاء نتاعنا معهم هو لقاء حميمي أخوي، أب مع أبنائه ما هوش تكريم، لأن ما نديروا لهم واش نديروا لهم، ما نقدروش نعطيهم التكريم اللي يعني يوفي الجهد اللي هم يديروا فيه. ولكن معليش، هما بناء أولادنا وبناتنا وهم قاعدين يقوموا بدور كبير من أجل رفع العلم الوطني في المساحات الدولية، ونشكرهم جزيل الشكر ونقول لهم باللي رانا معاكم من القلب وندعموكم ونرافقوكم وما نخلوكمش، وراهم زخر لنا وزخر للجزائر. تحية الجزائر، المجد الخل للشهدائنا الأبرار. أن في شهر يعني الاستقلال، شهر محرم الحرام، الحمد لله أن فرحين مع أولادنا ومع بناتنا اللي فرحونا وفرحوا الجزائر. وهذا مش شيء غريب على باتنا الولادة، باتنا الثورة، باتنا الأوراس، باتنا يعني الأبطال، الحمد لله. معكم جلال صافية، بطلة بارالمبية متحصلة مؤخرا 2023 على ميدالية ذهبية وتحطيم رقم قياسي عالمي جديد. يعني تمنيت يكون حدث تجيو عندنا في الأول كي جينا، عندنا شهرين من اللي روحنا من بطولة عالمية وذكر رانا في تحضيرات الألعاب بارالمبية في يعني تمنيت يكون حدث تجيو عندنا في الأول كي جينا، عندنا شهرين من اللي روحنا من بطولة عالمية وذكر رانا في تحضيرات الألعاب بارالمبية في 28 أوت إن شاء الله. نتمنى التوفيق للجميع، وماذا بيا ولاية باتنا الصحافة تاعها شوية تمد التفاتة لذوي الاحتياجات الخاصة. عفوا لنا نقفل المرية مشارك في عدة بطولات العالمية والأولمبية، وأنا نحضر في ألعاب الأولمبية إن شاء الله سنة 2024 إن شاء الله نحقق نتائج أكثر من اللي حققناها من سنوات مقبلة سابقة، وإن شاء الله فيها خير.